إذا مشاهدينا صار وقت الفقرة التكنولوجية مع ضيفنا الأسبوعي مهندس البرمجية طارق الشامي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباحك طارق وصباحكم يا رب وصباح المشاهدين كلهم. أهلا. كان خبرنا الأول بالفعل بدعو للفخر، مجموعة من الشباب السوريين عملوا روبوت بيصب الشاي. نعم إيه بالضبط. عادة كتير دائما الطلاب بمجال التكنولوجيا والهندسة دائما بيشتكوا انه ما في توجه اعلامي عليهم، فحبينا نلفت النظر اليوم لهم. ففي عد استحقوا طبعا. ايه ففي مجموعة طلاب بجامعة دمشق فعليا شو عملوا روبوت مهمته صب الشاي. هلا من قبل سمعنا انه في اول تابلت سوري حكينا عنه بالفترة اللي هو موزيك. حكينا عنه كان تابلت مميز فعليا ومواصفاته رائعة. هلا الاختراع الجديد اللي عملوه الطلاب هو مشروع تخرج اشتركوا فيه طلاب من الهندسة الحاسوب الكهرباء والميكاترونكس كمان بجامعة دمشق. عملوا على روبوت بوظيفته صب الشاي. هلا استعانوا هن بشريحة إلكترونية هن صمموها، واستعانوا كمان بذراع إلكترونية صناعة ألمانية طبعا. فيها 5 مفاصل وهولدر كمان حامل للأجسام. بس طارق قديه هلا الروبوت عم بينافس الانسان؟ صار يعني كثير عم بيستخدموه بالعديد من المجالات، مثلا الصين عم بتدخله على الاسواق امبارح كانه سمعنا الخبر. او اليابان. باليابان نعم بالضبط. قديه صار عم بينافس الانسان سمعنا بكم يوم اليابان اطلقت اول مطعم كل أيوة. الموظفين فيه عباره عن روبوتس. هلا في شو اسمه مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس حذر من هذا الشيء وقال انه هذا الشيء خطر على البشريه يعني، وانه فعليا الافلام اللي كنا نشوفها انه رح يصير في صراع بين الروبوتس والبشر رح يصير قريبا هو شيء واقع. هلا بالنسبه للروبوتس اللي اشتغلوا فيه واجهوا فيه الطلاب عده مشاكل كثير، انه المفاصل كانت صعوبه بتحريكها وإلى لغه برمجه خاصه. وكمان انه هو مهمته انه صب الشاي، فلازم انه ينتبه الروبوت انه بس يوصل لعند طرف الفنجان انه يوقف، فواجهه مشكله بالبرمجه وهيك. فانه كلها هي مشاكل حلوه، وبصراحه طلعوا ببروجكت كامل متكامل. هلا افاقهم انه بكره ممكن يستعملوه بالمطاعم بالمشافي خصوصيا بالاماكن اللي فيها عالم ذوي احتياجات خاصه، فهذا الشيء كثير بيساعد العالم يعني. كل سنه تقريبا عم بيكون في مسابقات عالميه لها علاقه بالاختراعات الجديده يعني بالنسبه للطلاب، يعني فكرك بيقدروا هالطلاب تحديدا يتنافسوا عالميا؟ هلا نسبيا شفنا عدة طلاب سوريين شاركوا بمعرض الروبوتس بدبي السنة الماضية. واخذوا مراتب، مو الاولى فعليا بس اخذوا مراتب الثالث والرابع. فكان شيء رائع فعليا. هلا اذا طوروا وعملوا على مشاريعهم هي اكثر وطوروها وصار انه في مجال انهم يشتغلوا فيها بطريقه اذكى من هيك، ممكن انهم يدخلوا وينافسوا مو بس على المستوى العربي، على المستوى العالمي كمان. ففعليا انه هلا خلص اذا متوفر الفكره كله بيتم. صحيح. كله بيتم في مجال انه الواحد يعمل ابتكارات رائعه. دائما في منافسه كانه في مسابقه عن الروبوتات، مين احسن روبوت بيقدمه، بيكون في كثير دول مشتركه فيه مزبوط. ايه دائما في عنا على مستوى الاردن. صحيح. في على مستوى الوطن العربي دائما تقام بدبي، وفي كمان على مستوى العالم عاده تقام بالولايات المتحده. السنه الماضيه كانت باستراليا. انت شو رح تشارك الشباب طارق؟ شو رح تخترع لنا انت؟ انا هلا عم بشتغل على برنامج للموبايل بيعمل ميكس بين الثياب مع شو اسمه مع شوية تصاميم صغيره بس يجذب. لازم تحفظ حقوقك من هلا. اكيد. اوكي رح ننتقل للخبر الثاني، هو عن الهواتف الذكيه وتطبيق جديد يقوم بنسخ المفاتيح. خبرنا شوي عن هالتطبيق، وخاصه انه نسخ المفاتيح كيف رح يكون يا ترى؟ هلا عملت شركه امريكيه ابتكار جديد سميته كيمي. بكل بساطه انه اي مفتاح انا بدي انسخه اخذ منه نسخه سواء اني احفظها عندي لحتى اعمل منها نسخه فعليه بوقت لاحق، او اني انسخها فورا. ابلكيشن اسمه كيمي. بكل بساطه اني بحط المفتاح على خلفيه بيضاء وبعمل منه بصور منه بالكاميرا الوجهين. فانا بصور منه الوجهين فيني روح على بوث هلا متوفر حاليا بالولايات المتحده، والاسبوع الماضي قالوا انه رح ينشروا البوث تبعهم بدبي. بروح البوث بكل بساطه بدون حاجه اني اروح على محلات ممكن انه يزوروا المفاتيح او انه يتلاعبوا. ايه بالضبط ياخذوا نسخ لهم. انا بروح بنسخ مفتاحي بايدي، بنقل شو اسمه الصوره من الموبايل للبوث بكل بساطه انه هو لحاله بينسخ. ما بيساعد على السرقه هاد، بيخوف برضه. بالضبط. هلا حتى يتجنبوا هذا الشيء بيطلبوا انه انت قبل ما تنسخ المفتاح تعمل اكونت لك، وبيطلبوا منك شويه معلومات
معلومات شخصية خلينا نقول وإيميل رسمي، مشان أنت كل ما بدك تنسخ مفتاح ببعث لك مسج إيميل على إيميلك، فانت حتتاكد انه انا اللي عم بنسخ المفتاح انه مو سرقه يعني. بالتاكيد بالضبط، فهن امنوا هي الشغله كمان حمايه. فنحن عم نستناهم ينتشروا بدبي لنشوف بركي بزيارتنا لدبي بشهر 4 قدرنا نعمل تقرير عنهم. ان شاء الله ان شاء الله. من التطبيقات للمواقع في رح يكون طريقه للاعلان وتسويق المواقع الالكترونيه المجانيه. بالضبط. هلا كثير انه نحن اول شيء كونتنت العربيه تبعنا كثير ضئيله بالنسبه للكونتنت الاجنبيه. ايه التمويل او من المشاكل الكثيره اللي بيعانوها الناشرين خلينا نقول هي التمويل، انه انا ممكن انه لاقي تمويل لمشروعي او لموقعي لفتره معينه، بعدين انه بينقطع التمويل فبيضطر الواحد انه يوقف البروجكت تبعه. يعني لغتنا العربيه قد يعني ثريه. بالضبط. ايه فهلا انه شوي شوي عم ينطلق مشاريع كثيره بالفتره الاخيره، عم نلاحظ انه كثير مواقع عم تنطلق، كثير برامج باللغه العربيه، وكثير في شغلات جديده باللغه العربيه. فهذا الموقع اسمه عداد، هو كثير مفيد صراحه. هلا انا لما بدي اعمل انشر موقع خلينا نقول او البرودكت تبعي، اول شيء بدي احط انه بادجت للتسويق، فانه كثير انه ممكن تكون بادجت التسويق هي كبيره، وهي بيعاني منها كثير من المشاريع الناشئه. فهذا الموقع شو وظيفته؟ وظيفته انه هو بينشر اعلانات تبادليه بشكل مجاني، انه هو بياخذ مثلا خلينا نقول اعلاناتك للموقع تبعك واعلاناتي للموقع تبعي وبينشرهم بالعكس، مثل مقايده يعني. بالضبط، خلينا نقول بهذا الشكل. بالضبط. فهيك انه بيوصل شو؟ بيوصل البرودكت تبعي لعالم اكثر، لناس اكثر، تسويق. بالضبط، تسويق اكثر. هلا في كمان اطاح ميزه للي حابب انه ياخذ ريفينيو، ياخذ عوائد من نشر الاعلانات تبعونه، ياخذ نسبه معينه من نشر الاعلانات تبعونه بمواقع ثانيه، ففيه خيارات متعدده. فاتاح انه انا اذا موقع ناشئ فيني لا بدون ما احط بادجت كبيره للادفرتايزمنت، لا اني احط انشر موقعي بشكل مجاني. فهذا كثير رح يفيد العالم خصوصيا بالوطن العربي والمشاريع الناشئه. طبعا مؤسسين الموقع هن سعوديين مقيمين بالولايات المتحده، فبرضه هي فكره خارجيه خلينا نقول. ايه بس هي مفيده. الموقع هو عداد.com. نعم. طيب طارق، هلا رح ننتقل لعالم التصوير، والناس صار عندها كثير هوس بالتصوير سواء كان سيلفي نيكسي كل يعني اشكال التصوير. هلا في موقع بيساعد على التصوير بشكل احترافي ممكن تنزيله على الموبايل، ولا كيف الخبر؟ بالضبط. هلا هو ابلكيشن للموبايل. نعم. سواء للاندرويد او الايفون، اسمه مانيوال كاميرا. وظيفه الابلكيشن انه شو في وظائف متاحه بالكاميرا الاحترافيه يوفرها للموبايل. هلا انه انا اذا بدي اشتري كاميرا احترافيه، انه الكاميرا الاحترافيه بتكلف تقريبا بين ال $400 واكثر من هيك ولفوق، فهي تكلفتها عاليه نوعا ما، خصوصا انه انا اذا بدي اشتري كاميرا احترافيه وموبايل وتابلت، فهي اي تكلفه التكنولوجي رح يكون بدي راتب ثاني بس خصوصي للتكنولوجيا خاصه المهووسين. بالضبط. فانه هلا هذا الابلكيشن رح يوفر علي، اذا انا من هواة التصوير رح يوفر علي انه كل ميزات الكاميرا الاحترافيه وفرها للموبايل. فهو بيتحكم بالايزو، بالشتر، بدقه التصوير، بالغالق تبع الكاميرا مدته قديش يسكر، وكمان الاضاءه، عده ميزات. شو في ميزات موجوده بالكاميرا الاحترافيه رح يوفر لي اياها للموبايل. فهو فعليا مناسب ومتوفر نسخه منه مجانيه بالاندرويد والاب ستور. شو معقول يكون سعره لما ينزل؟ شو معقول يكون السعر بقى؟ هلا سعر النسخه المدفوعه اللي هي كامله المواصفات اللي فيها كل المواصفات سعرها $5، فهي نسبيا كمان مقبول يعني نوعا ما. قبل فترة كان في شيء لواتساب انه رح يصير في اتصالات مجانية كمان خلال الواتساب. بالضبط. هلا هي توفرت توفرت صارت موجودة فعليا المكالمات بابلكيشن واتساب، بس حاليا انه لساته على نظام الدعوة، انه انفيتيشن توصلني انفيتيشن حتى اقدر انا اتصل، واللي بدي اتصل فيه لازم يكون عنده انفيتيشن. هل هي حقا مخترقة امنيا وما فيها اي خصوصية وعليها مشاكل او مش صحيحة المعلومات؟ هلا طلع تقرير امني انه لما طرحت واتساب خدمة الواتساب على الويب اللي هي web.whatsapp.com ان انا فيني ادخل على الويب، في شوية ثغرات خلينا نقول سمحت للهاكرز انه يدخلوا عن طريقها. اما من قبل هو نظام الواتساب هلا مشفر ومحمي طبعاً. بس انه لما طرحوا الخدمه هلا حاليا صار في شويه
خلينا نقول ثغرات انه سمحت للهاكرز انهم يدخلوا للواتساب، بس عم نستنى واتساب انه يحلوا هي المشاكل ويسدوا هي الثغرات حتى يحموا الابلكيشن والمستخدمين تبعونهم. بالحديث كمان عن اختراق الخصوصيه، سامسونج ايضا نزلت مثل تنويه له علاقه باجهزه التلفاز الذكيه انه ممكن بالفعل يتم استباحه الخصوصيه يعني مراقبة. نعم بالضبط. هلا هي مو مراقبه، هو انه التلفزيونات الذكيه تبع سامسونج تشتغل بالايماءات وكمان بالاوامر الصوتيه، فالتلفزيون طول الوقت عم يسمع شو عم تحكي انت، حتى اذا حكيت انت اي امر صوتي ياخده فورا، فهو نسبيا كل الحكي اللي انت عم تحكيه بيضل عم يتسجل بالجهاز التلفزيون وعم ينبعث كمان لسيرفرات سامسونج. نعم. ليش بيصير هذا الشيء؟ مشان يفهم خلينا نقول سامسونج يفهموا على الشخصيه تبع المستخدم، انه يعرفوا كيف طريقه حكيه ويسجلوا طريقه الحكي، اللكنه، اللهجه، ياخذوا كل هي المعلومات. نعم ياخذوها ويخزنوها عندهم، فهن انه بشكل غير متعمد الداتا تبع المستخدم كلها الصوتيه عم تتخزن عندهم، مشان انه انا اي اوامر صوتي بحكي الجهاز فورا ينفذ. طبق على طول. خلص نرجع على البدائي يمكن افضل. بنهايه حديثنا طارق، عم نشوف هلا كثير بطاريات الحاسوب تحديدا للاسف عم بيخلص شحنها بسرعه، يعني في نصائح معينه نطول عمرها لهالبطاريه؟ بالضبط. هلا هن تبس بسيطين جدا. هلا من اول الشغلات اللي لازم ما نساويها انه نحط اللابتوب على رجلينا، لانه الجسم له حرارة عالية خلينا نقول، ووجود اللابتوب عليه على الرجلين بيخليه انه ترتفع حرارته، فهذا الشيء بيأثر كثير على عمر البطارية، أداء البطارية، حتى أداء كمان المعالج والذاكرة الداخلية تبع الجهاز، بيضر بشكل كبير الجهاز. ما بدي أقاطعك، بس مرة أيضا طلعوا دراسة انه ممكن يضر وتحديدا الشباب، يعني هالحرارة اللي بتطلع من اللابتوب. بالضبط، هذا اللي لسه بدي أحكيه. بيضر العضلات كمان تبع الرجلين، بيضر العظم، وبيضر كمان الخصوبة كمان. بالضبط، بيضر كمان أحيانا بتعمل زي حروقات للأشخاص اللي دائما حاطين. نعم بالضبط، سخنة بتكون. في كتير من الفيديوهات على يوتيوب خلينا نقول وجهت هذا الشيء، بس هو كمان بيأثر مو بس على الجسم، كمان على أداء الجهاز الداخلي. فانه نحن كمان بكل الاحوال اول ما نشوفه ارتفعت حراره الجهاز لازم نجيب له مروحه اضافيه مشان نحميه، مشان ما نخليه ترتفع درجه حرارته. هلا من الشغلات الثانيه اللي لازم نساويها انه ما نشيل البطاريه هو الجهاز شغال. كثير من الناس بيقولوا انه لا انا بدي طول عمر البطاريه، فشو بيساوي؟ بيشغلوا الجهاز، بيشبكوا الكيبل انه على اساس انه يشتغل على الكهرباء مو على البطاريه. بالضبط، بيشغلوا بيشبكوا الشاحن وبيشيل البطاريه هو شغال. هذا الشيء بياثر كثير على اداء البطاريه وعمرها كمان. هلا من الشغلات اللي كمان ما لازم نسويها انه نشحن البطاريه كامله. هلا في قاعده ما نشحنها كامله لا. هلا في قاعده بتقول 20 ل 80%، انه ما نخلي البطاريه تنشحن اكثر من 80% ولا تنزل اقل من 20%. فانه هذا ليش؟ لانه في سايكل لعمر البطاريه، بيقولوا لك انه عمر البطاريه مثلا 5000 سايكل، انه انت بتشحنيها 5000 مره، بعد هي ال 5000 مره البطاريه خلص بيخلص عمرها وبتوقف. فنحن مشان نتفادى هذا الشيء ما بنشحنها كامله، بنشحنها نص دوره من ال 20 ل 80%. هلا اخر تب ممكن تفيد العالم انه ما نخلي البطاريه تفضى نهائيا. طب والموبايلات اللي بتخلص شحنها كمان بسرعه، هي لازم نفضي يمكن او ابلكيشنز؟ نوعيه بطاريات الموبايل خلينا نقول نوعيه مختلفه نسبيا. بطاريتها ليثيوم، بطاريات الحاسوب السيلز تبعها اكبر. فانه نسبيا فينا نعتمد كمان هي التبس للموبايل، بس انه تاثيرها مو مثل تاثيرها على اللابتوب يعني. بالضبط طارق. وكمان كان في زمان كفرات عشان يحفظوا البطاريه، هي عن جد فعاله او يعني بس كفر بالنهايه؟ لا هي فعليا ممتازه. انا بستعمل واحد منهم انه هو فيه بطاريه اضافيه بحفظ. بس شوف البطاريه تبع الجهاز خلصت فورا بشغله، فهو بيشحن التليفون المتوفرين بالسوق بيشحنوا من مره لمرتين نسبيا. يعني نشتري منه ضروري. اسعارها كيف هي؟ مفيد. سعره خلينا نقول بالاردني بين ال 15 دينار وال 25، فهو مو كثير غالي. نقول على 40 دولار ماكسيم. تقريبا 40 دولار. طارق شامي مهندس البرمجيات، شكرا كثير لحضورك معنا وللمعلومات التكنولوجيه اللي بتكون كل يوم اربعاء وفقره التكنولوجيا الخاصه فيك. شكرا لك. شكرا كثير. مشاهدينا فاصل، مكملين معكم باقي فقرات جولتنا الصباحيه مع الموجز الاقتصادي.